لاحم شباب لك فيك تلعب من غير ما تهز راسك بس العب بيديك بالله؟ اي والله اي والله روح 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 سلامك انت سلامك لو ينبوزك فايت عزريبه انت ولا سلم قول سلام عليكم شباب من القرف اللي انا عايش فيه اي قرف اسمع عليك بدك تنسى القرف خذ الايد تبعت ابو دحام وتعال اكسر راسك خمس مرات مثل ما كسرت راسه يلا يضحك ولا يبكي ما بعرف شغله الديتو فري وشوف الفوز شو بدك تشتري من دوتي فري؟ مو اسمه دوتي فري اسمه كول اوف ديوتي ايوه ايوه هذه 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 انت فريدو الشاك فريدو فريدو لا فريدو والله وانت داري ايش عندي افريدو وجهي يا ابوي انا عندي نعيمه 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 يا رجاله المرحله منها تمادت شكمها بالثانيه يا زلمه الواحد كم بعيش مره واحده روح يا واحده تزوج واحده ثانيه وعيش فرق لك انت لساتك شاب مثل الورده افرح بشبابك كله شباب من جدكم بتتكلموا ايه نتكلم من جد لا تفتح مجال افتح مجال يا دي نعيمة عارف ايش يعني نعيمة يعني نعيمة يعني مصيبة نعيمة يعني اسلحة دمار شامل نعيمة يعني انفجارات نعيمة يعني زلزال نعيمة يعني خنقة افهموا اسمع صاحبك هذا خيخة توتو على الاخير رخمة يا رخمة يا بالله هبل له اسمع ليه لا تتزوج هددها قل له هالمرة هددها قالها والله انت جيت ثانية قالها والله انت جيت ثانية اخوينا اللي زوجته فهد خطابة اعرف لك خطابة كذا بس انت هددها بالبداية فهد ده ما عنده نعيمة انت ايش عرفكم عنده عنده هالعلم نعيمة هددها وقالها ما عقلتي ابجيب الثانية قول والله والله وما حتضربني يا ابن الحلال هالمرة يبغى لها من يشكمها الا ايه خليك زلمة ولا ايه خليك رجال انا حكم ايه لمنك رفعت صوتك اديني الدوت فري العب 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 حيو 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 فوت العب فوت فوت تاب العب ايوه ظريك حبل يو دقيق يوي لجل الله يا نعيمة والله توبة والله 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 لا راح راح ايوه لا لا أنا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا أنا يا هاني؟ لا يا حبيبي لا استنى دقيقة مو أنا نعيمة اللي تتجوز عليا الثاني على بالك حبكي وأقول لك رجعني بيت أهلي لا يا حبيبي غلطان كل اللي في جيبك حتصرفه على بيتين يا نعيمة يا نعيمة ترى الرجال ندمان ندمان على غلطته صافي أختي نعيمة استهدي بالله أمانها والله الموضوع ما مستاهل استهدي زوجك غبي اعتبري جرام وسامحي لا جرام لا جرام خلص والله ولا كلمة ما أعرف معناها يا ما نصحت أنا يا نعيمة يا ما نصحت لكن سامحي على الأقل لعيون مدحة لا 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 مصمار لا مصمار لا 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 نعيمة